بص يا برو، ده موقع شركة بيوتك ودي صفحة ناجي عباس. مظبوط، ده الراجل اللي أنا قابلته. تمام، بس الموقع والصفحة مضروبين يا برو. مضروبين إزاي يعني؟ مرفوعين على سيرفر بتاريخ جديد ما عداش عليه شهر. الموقع والصفحة الأصليين اتمسحوا في نفس اليوم والأدمن حط دول مكان دول. يعني إيه يعني؟ يعني بديله ناجي عباس القديم بواحد تاني؟ لايك. وكويس بقى إن أنا معاك عشان أجيب لك الدليل. دليل إيه؟ الموقع القديم عليه ملفات باك أب. الأدمن الأعوين ناس هيمسحوا. بس على مين؟ أنا بقى هعمل لهم داونلود حالاً وأجيب لك اللي فيه المفيد. نت تقيل شوية يا برو. والله ما فيها تقل منك، خلصني. ده موقع الشركة القديم، دي صفحة ناجي عباس القديم برضو. طب الراجل ده نقدر نعرف عنه حاجة كمان؟ طبعا كل حاجة. وان مينت. اوبس، في خبر بيقول ان الراجل ده مات من 10 شهور تقريبا في جزر الكايمن. مات من 10 شهور في جزر الكايمن. يا صلاة النبي. مبروك يا كمال بيه. خيانة؟ انت بتقول خيانة؟ انت بتسمعيش؟ خيانة. انت اكيد اتجننت. انا اتجننت من يوم ما شفتك وخليتي. ايه رأيك؟ حلو قوي يا حاتم. بتضحك على ايه؟ بضحك على مجاملتك اللطيفه. والله متشكر قوي يا فنانه. مجامله ايه؟ من امتى يعني وانا بجامل في الشغل؟ ما انت عرفت. كنت عارفه كويس، كنت عارف ما هي بتاعت زمان، لكن مش عارف ايه اللي اتغير. يا بنت انت بشويه تركيز ممكن تبقى في حته تانية خالص. ده مش كلامك على فكره، ده كلام الشركه الجديده. هم كلموك تاني؟ الشركه الجديده دي بالذات اول ناس لازم تبعدي عنهم. غريب، ما كنتش اتوقع يعني انك تقول لي كده. كنت فاكرك هتحاول تقنعني زي كل الناس. عيب عليكي، مش استاذك في التمرد اللي يقولك كده. وبعدين انا فعلا مش فاهم لهم حاجه، مش فاهم هم بيعملوا كده ليه وليه بالذات معاك انت. لازم نفهم الاول هما مين وايه اصلهم وايه الموضوع بالظبط. وانا معاكي، اول ما تحتاجيني هتلاقيني كزميل كصديق اكتر من كده. يا ريت. انا مش عارفه من غيرك كنت هعمل ايه. طيب تعالي بقى، ممكن نتفرج بشويه تركيز عشان اخد رايك اللي بجد. معلش يا حاتم، مش قادره خالص النهارده، مش عارفه دماغي مالها، عشان خاطري ناجلها للمره الجايه. ماشي، احترم صراحتك يا ستي. وبعدين هستناكي اول ما تبقي فايقه تيجي تتفرجي، هتلاقيني مستنيكي. ماشي. بقول لك يا فارس، انت ضامن الواد الطاري اللي كان هنا امبارح ده انه ما يبلغش عننا؟ مفيش حاجه مضمونه في الزمان ده دوك، بس رامز بتاع مصلحته ومصلحته معايا. دي بيعملها ازاي دي؟ ليه ناس على مراكب وطيارات ياخدوا الزبون يشحنوه على شرق اوروبا، المجر، بولندا، رومانيا، وانت ونصيبك بقى. يا خدتها من الصفر وبداتها غسيل اطباق وكنس شوارع، يا واحد زي حالاتك كده قايم بدا بفلوس. انا صحيح جمدوا كل حساباتي في البنوك، بس بيني وبينك في قرشين حطيتهم تحت البلاطه الوقت عوز. انا مش عايز اعرف، مش عايز اعرف لا فين ولا عند مين. انا كلمت لك الجعبري جهز لك عربيه واتنين رجاله. شايفهم بيجهزوا عربيتين. التانية ليا، ما هو مش انت لوحدك اللي عندك مشاوير يا دكتور. انت رايح فين يا فارس؟ خلي كل واحد في مشواره يا اتش، عشان لو واحد فينا اتعكش ما يشكش ان التاني اللي يسلمه. لسه برضه مش عايز تعمل لي. ما تاخدهاش على صدرك يا هشام. انا خدت عهد على نفسي ما امنش لحد خالص، لا انت ولا غيرك من هنا ليوم الدين. ماشي يا فارس.